السلام عليكم عيني طلاب الصف الثالث. هذا الفيديو حل الأسئلة الوزارية اللي امتحنتوا بيها مال هاي السنة. اليوم راح نحاول نحلها باختصار يعني حتى ما نطول. هذه أنا قدامكم يعني طابعها مرة ثانية، هي النسخة مال الأسئلة الأصلية، هذه موجودة هنا، هذه مثل ما جاي تشوفوها قدامكم موجودة ولكن مو واضحة، يعني ما يقدر نحل عليها، مو كلش واضحة. فنروح لهذيك النسخة، نفسها هي بالضبط بس مطبوعة يعني بغير مكان. خلي نروح لها نحلها. نبدأ بالقطعة الخارجية. القطعة الخارجية ما راح نقرأها حتى نختصر الوقت، بس نبدأ الحل مباشرة. فرع ايش يقول؟ يقول now answer 5 the following questions، أجب عن 5 من الأسئلة التالية. answer 5 of the following questions. السؤال الأول كان where was Trevor born، أين ولد ترافر؟ هذا اللي تحكي عليه القطعة، هذا اللي اخترع هذا الراديو الهوائي، وين ولد؟ الجواب in London. القطعة تقول ولد in London. 2 what was his subject in college، ماذا كان موضوع الدراسة مالته بالكلية؟ لما راح الكلية شنو درس؟ شنو درس؟ راح درس الانجينيرينج، الهندسة. موضوع الدراسة مالته كان بالكلية شنو هو؟ الانجينيرينج. 3 what was his hobby، شنو كانت هوايته؟ الهواية مالته شنو كانت غير الدراسة؟ هو يقول كان السباحة واصبح بطل بالسباحة، فهوايته للسويمينج، هوايته للسويمينج السباحة. 4 what did Bales invent، هو هذا Bales Trevor شنو كان اختراعه؟ شو اخترع هذا الشخص؟ اخترع wind up radio، راديو هوائي، wind up radio. وممكن تكمل تقول wind up radio that does not need power، الذي لا يحتاج الى طاقة كهربائية لتشغيله، بس wind up radio كافية. 5 when did Bell's invention succeed، متى نجح اختراعه؟ وهو بالقطع يقول بالبداية ما حصدقه وما يعني ما نعرف اختراعه، بعدين بسنة 1994 حصل فرصة انه اختراعه يظهر وينجح. فالجواب in 1994، في عام 1994 نجح الاختراع مالته. 6 how did the radio work، كيف عمل الراديو؟ شلون يعمل هذا الراديو؟ هو بنهاية القطعة شو يقول؟ يقول Bales turned the handle، شغل هذا يعني الدقمة مال الراديو، واشتغل الراديو for 15 minutes لمدة 10 دقائق، لمدة 15 دقيقة. طبعا هذا الجواب يعني هو هنا هسه هذه النقطة ممكن بها أكثر من جواب، فاحنا ننتظر الأجوبة النموذجية من الوزارة حتى نعرف بالضبط شنو. ممكن نقول يعني it works، هذا الراديو يعمل بدون power، without power does it need power، لا يحتاج إلى طاقة كهربائية، أو يعمل by wind مثلا، نقول يعتمد على الرياح، أو هنا مثل ما كاتبين بهذه الجملة شغل الدقمة لمدة دقيقتين واشتغل الراديو. فإحنا ننتظر بالنسبة لهذه النقطة، ننتظر الأجوبة النموذجية حتى نشوف. زين هسه نروح وين؟ نروح إلى فرع B. فرع B مال true false، describe whether the following statements are true or false. أيضا هنا شنو؟ أيضا على القطعة الخارجية ولكن true false. على السريع خلنا نقرأها ونحلهن. Number one, Trevor became a champion swimmer in Berlin when he grew up. يقول هذا ترافر أصبح بطل بالسباحة في برلين، في مدينة برلين بألمان اللي هو انولد بها. العفو، لما راح هو انولد بلندن احنا قلنا، ولكن بعدين راح لبرلين. فيقول أصبح بطل بالسباحة ببرلين. True or false هالكلام؟ True، لأنه هو قال بالقطعة أصبح بطل بالسباحة في مدينة برلين. 2 Trevor was watching a TV program about animals. يقول Trevor كان يشاهد برنامج تلفزيوني عن الانيمالز، عن الحيوانات. بالقطعة لا، يقول كان عن الكوميونيكيشن، التواصل، ففولس. النقطة الثانية فولس. 3 Bales went to college to study engineering. Bales راح للكلية حتى يدرس الانجينيرينج، الهندسة. ترو، هذا الكلام فعلا هو راح يدرس الانجينيرينج. 4 his invention didn't succeed، اختراعه لم ينجح، هذا الكلام فولس، الاختراع ما تنجح. 5 no one believed his idea، لم يصدق احد فكرته، صح هذا الكلام ترو، لان بالقطعة يقول ما حصدقه.
و6 he worked out for 3 years to build a wind up radio that doesn't need power. يقول عمل لثلاث سنوات حتى يخترع هذا الراديو اللي يعمل بدون باور بدون طاقة. هذا الكلام ترو. زين هسه نجي الى فرع سي اللي خاص بمن اللي خاص بقطع الكتاب. نمبر 1 what does Lucy play in a TV comedy؟ شنو كان دور لوسي بالتي في كوميدي بالبرنامج الكوميدي؟ قال لك انسر لوسي ادت دور سمارة. شنو هي؟ a girl in a traditional family، ابنية في عائلة تقليدية، عائلة من العوائل التقليدية. هذا مثل ما يقول بالقطع هيك. 2 what are the safety features of the panther؟ ما هي خصائص الأمان لسيارة البانثر؟ خصائص الأمان عندنا الإيرباكس، أكياس الهواء، والتنتد ويندوز، والنوافذ المظللة. 3 ابن الهيثم's famous book was called، كتاب ابن الهيثم المشهور كان يدعى، شنو كان يدعى؟ يقول لك complete أكمل، كان يدعى كتاب المناظر أو book of optics، كتاب البصريات أو المناظر. هذا كتاب مشهور لابن الهيثم، العالم ابن الهيثم. 4 what is the disadvantage of falconry sport؟ ما هي السلبيه او ما هو الضرر في رياضه تدريب الصقور؟ شنو الضرر اذا تذكرون قطعه الصقور؟ الضرر انه many rare birds might be killed، العديد من الطيور النادره rare birds might be killed، ربما تقتل. زين 5 Marsh Arabs can be found، سكان الأهوار أو عرب الأهوار يمكن أن نجدهم وين؟ In the south of Iraq، الجواب في جنوب العراق. و 6 Sudan produces، السودان تنتج الكتن القطن، وبعد التكملة sugar and gum Arabic، والصمغ العربي. هذه أجوبة منه، أجوبة فرع سي اللي خاص بقطع الكتاب. زين أنا جاي أحكي على السريع حتى ما يكون الفيديو طويل بالحل. فأنت إذا تريد تأكد من شغلة بعد أكثر ممكن توقف الفيديو أو تعيده حتى تتأكد من عدم. نجي هسه إلى سؤال لجرامر القواعد فرع أي. نمبر 1 I see him an hour ago. An hour ago يعني منذ ساعة مضت، يعني الكلام بيا زمن، الكلام زمن الباست، زمن الماضي. هو هنا كاتبها سي ويقول لك correct the verb، صلح الفعل، يعني بس السي أحولها إلى سو، السي يرى أحولها إلى سو رأى، فصير الجملة بالباست بالماضي صير جملة صحيحة. فتعيد الجملة، يعني هنا كاتب بس الحل، تعيد الجملة وتكتب شنو؟ تكتب سو مكان سي. 2 15:40 هاي الساعة، يقول tell the time، كل سهولة نكتب it is 3:40، الساعة الثالثة 15 يعني 3 بثلاثة، الساعة 3:40. هذا الحل الأسهل، ممكن أكو حلول ثانية بس هذا حل سهل. 3 if people grow a lot taller، إذا الناس يصبحون أطول، نحتاج bigger houses، منازل أكبر. correct the verb، صلح الفعل. هذه جملة الإف، والإف الأولى، والإف الأولى تكون من مضارع زائد جملة will، بالجملة الثانية نحتاج will، يعني هنا سماكو will، يعني بس نضيف will قبل need فصير we will need bigger houses. فهنا فقط تعيد الجملة، ومكان هنا بين we و need تكتب will، سوف نحتاج إلى منازل أكبر. 4 she can't sing، لا تستطيع الغناء. she is not فراغ، يقول rewrite the sentence in a more polite way، أعد كتابة الجملة بطريقة أكثر أدباً. هنا هذه الحالة الثانية مال الأكثر أدباً مال الفعل، وهو she is not body بالحل، يعني مختار الطريقة الثانية، فنكتب نكمل she is not very good at singing، ليست جيدة جداً في الغناء، she is not very good at singing. 5 define a painter، عرف البينتر، عرف الصباغ. البينتر تجي صباغ وتجي رسام، بس أنا صباغ لأنش قايل use paints room، يصبغ الغرف، فنعرف يعني مطين الفعل، ما بس نكتب القاعدة a painter، الصباغ is someone، هو شخص، هو paints room الذي يصبغ الغرف. زين نجي number 6 would you like to go to the mall، هل ترغب بأن تذهب إلى المول؟ قايلك بين قوسين accept suggestion،
اقبل اقتراح، اقبل هذا الاقتراح، وانا قبول الاقتراح بهواية اساليب، ومن حدا من عندهم جود ايديا، فكره جيده، اقول ذا واحد اقتراح على اقتراح، اقول له جود ايديا، هاي تعتبر قبول، تعتبر اكسبشن. زين، نمبر 7، عندنا كلمه كيرفولي وهوم ورك وهز ودز وافتر سفر ومناف. يقول put in order to make sentence، ضعها في ترتيب حتى تصير جمله. صير مناف does his homework carefully after supper. مناف يعني ينجز واجبه هو بدقة بعناية after supper بعد العشاء. نجي إلى السؤال الثاني، القواعد بس فرع بي مال الاختيارات. يقول choose the correct choice for five only، اختر الجواب الصحيح لخمس فقط. traditional boats، القوارب القديمة والتقليدية. فراغ as transport، هاي جملة passive voice. used لو are used لو is used، هسه هنا نحتاج فعل مساعد زائد تصريف ثالث. هاي بيها فعل مساعد تصريف ثالث، وهاي بيها فعل مساعد تصريف ثالث. are used لو is used، بما انه البوتس جمع فنختار are. are used يعني القوارب تستخدم، جملة passive voice. 2 I like spiders، يقول انا احب السبايدرز العناكب. مطيني اختيارات بال يعني بالموافقة أو بالقبول. so do I لو so am I لو neither do I، اختيار الصحيح so do I، أقبل. 3 Iraq is fairer than it used to be، العراق greener الاختيار الصحيح، أكثر خضرة من السابق than it used to be، لأن ما طول أكو ذان يعني أكو مقارنة، فنختار greener لا green ولا as green as. 4 The cake is a little dry، يقول الكيك is a little dry، جافة الكيك، جافة شوية. I'm sorry، أنا آسف. الجواب don't mention it، لا تذكر ذلك. هذه من جمل الأبولوجي، الاعتذار، أنه نقول الجواب نقول don't mention it، لا تذكر ذلك، يعني شغلة ما تسوى، يعني هيك قصده. 5 The mall فراغ swimming pool، هنا عندنا الاختيار الصحيح doesn't have، المول لا يمتلك أو ليس لديه أو لا يوجد فيه swimming pool، حوض سباحة. 6 جاسم broke his leg، جاسم كسر قدمه. and he couldn't walk، وهو لم يستطع المشي. هي هنا الضمير، موضوع البرونامز الضمائر، الضمير الصحيح اللي نختار هنا هو هي. زين، نجي السؤال الثالث، definitions فرع أي، تعريف. التعريف الأول sit and travel on a horse or a camel ride، يركب، تعريف الأول. التعريف الثاني adverse، إعلانات. التعريف الثالث الحل مات adults، الكبار أو البالغين. التعريف الرابع الحل مات quiz show، برنامج أسئلة. والتعريف الخامس الحل مات sports، رياضات. والتعريف السادس الحل مات gum، صمغ. ممكن أنت تقرأ التعريف يعني تعرفن وتأكد بعد الحل 100%. زين، نجي للسؤال الثالث فرع بي مال التوصيل، بسرعة أقرأ الحل. score a goal، يسجل هدفاً. write a letter، يكتب رسالة. sweet shop، محل حلويات. kick a ball، يركل الكرة. wild animals، حيوانات البرية. زين، فرع الثالث سي مال punctuation، التنقيط، أو فرع ثالث سي العفو مال التسقيط مال الكلمات ذني. عندنا الكلمات بايت يعاضف ري، يعني متفرغ ما عنده شيء. كومبلين يشتكي. انسرز أجوبة. ووايز حكيم. وتوبك موضوع. هنا هذا الجمل يقول لك نزل به الكلمات ذني حسب المعنى. نمبر 1 ذا كويستشنز اسك وات وي دو ان 5 سيتويشنز، يقول عندنا اسئله ايش نسوي بهاي المواقف. they give 3 possible، ونعطي 3 possible answers، ثلاث اجوبه محتمله. الجواب answers بالنقطة الأولى، وبالنقطة الثانية عندنا topic الموضوع. يقول the title العنوان tells us، يخبرنا the questionnaire's topic، العنوان يخبرنا على الموضوع مال هذا الquestionnaire مال هذا الاستفتاء. 3 some people بعض الناس complain يشتكون that they don't have enough money، لأنهم لا يمتلكون مال كافي. 4 The wise man، الرجل الحكيم، wise معناه حكيم. The wise man said you left a lesson for every son، لقد تركت درسا لكل ابن. And a hope for every father، وأملا لكل أب. هذا طبعا الجملة من قصة سلام أحمد. Number 5 If you put your foot on a snake، إذا وضعت قدمك على snake على أفعى it will bite you، سوف تعضك.
6 are you free on Thursday؟ هل أنت متفرغ في يوم Thursday؟ فإذا الأجوبة number 1 answers, number 2 topic, number 3 complain, number 4 wise, number 5 bite, ونمبر 6 free. نجي إلى آخر فرع بالسؤال الثالث اللي هو مال التنقيط, اللي هو شوي أكو بشغل غريبة يعني مخلين بس شغلتين, يعني بس capital بالبداية وعلامة السؤال نحتاج بالأخير, يعني بالنص داخل الجملة ماكو, يعني المفروض هنا خمس, احنا متعودين انه خمس شغلات نسويه ناخذ خمس درجات, هسه هنا بس اثنين, شنو السبب؟ اكو فر شغله ما ندري بيها, يعني ننتظر الاجوبه النموذجيه حتى نتاكد بالضبط من هذه الجمله مال البنكتويشن مال التنقيط. بس هسه حاليا الحل دبليو كابيتال بالبدايه وبالاخير علامه السؤال, لان هذه جمله استفهاميه. نجي الى السؤال الرابع, السؤال الرابع مال الستوري تايم فرع اي. ستوري تايم هنا هو از ذا بروفيسور, من هو البروفيسور؟ هذا سؤال من القصة مال البروفيسور, وهنا هذا السؤال يعني السؤال شوية غامض, يعني لا قايل مثلا منين البروفيسور, وين يعيش البروفيسور, مثلا قايل من هو البروفيسور, ما عندنا معلومة عن البروفيسور غير انه نقول بالقصة مثل ما قايل he is an old Indian university professor, هو بروفيسور هندي, بروفيسور أستاذ جامعة قديم من الهند, هذا ممكن الجواب المحتمل. 2 why had Karim been saving up for months, لماذا كان كريم يدخر المال لأشهر؟ answer أجب الجواب to buy the new book, باختصار الجواب to buy the new book, حتى يشتري الكتاب الجديد. نروح إلى number 3 الثالثة, أيضا على قصة كريم النقطة الثالثة, يقول describe كريم's character, صف شخصية كريم. answer أجب الجواب hard working, مجد بالعمل, quiet هادئ, and imaginative, وصاحب خيال واسع. 4 which of dangers faced by the deer you most afraid, ياهي من الأخطار يقول اللي واجهتها الغزالة أخافتك أكثر. هنا هذا طبعا هذا السؤال ممكن كل واحد يجاوب كيف, يعني ممكن واحد يختار الفاير, ممكن واحد يختار اللاين او الهانجر لاين, ممكن واحد يختار الهانتر, فانت اي واحدة تكتبهن صحيح, يعني هذا هيك نوع من الاسئله ما بيهن جواب محدد, يعني كل واحد يجاوب كيف, ويقول لك اختار ياهو من الاخطار اللي انت خايف من عندها, خلاص ياهو اللي تكتبه من عندها صحيح. 5 how did the deer face the negative thoughts and dangers, كيف واجهت الغزاله الأفكار السلبية والأخطار, هذه هنا جوابها, شلون واجهت هذا السؤال المهم اللي دائما كنا نركز عليه. She focused on giving birth to a new life, ركزت على ولادة الحياة الجديدة. زين 6 how did the alumni reach the professor's house, كيف وصلت المجموعة مال الطلاب إلى منزل البروفيسور؟ إذا تذكرون by rickshaw, بواسطة العربة وصلوا by rickshaw. نجي إلى السؤال الرابع فرع بي مال spelling الإملاء, وسؤال سهل جاي بي هما thin thinnest, موضوع إضافة لي st thin نحيف thinnest الأنحف, زين useful مفيد most useful الصير الأكثر فائدة. want you read wanted أراد, تحويل للماضي, تحويل أفعال للماضي, laugh يضحك, laugh تصير ضحكة, ضيف إلى ed i بضمير فاعل يصير me بالمفعول, we ضمير فاعل شو يصير بالمفعول يصير as, طب موضوع الضمائر. 4 sad عكسها happy, dangerous خطير عكسها safe آمن. 5 تحويل إلى جنسيات, إراك إراكي, إيجيب تصير Egyptian. و 6 هاي جدا سهلة, do doing go بس اضيف لها ing going. زين نجي للسؤال الخامس طبعا اللي ماكو داعي نسولف فيه, اللي هو الإنشاء, ومثل ما شفتوا جايبين إنشاء, الإنشاء مال وصف صديق والإنشاء مال كنتري مال البلد مع بعض التفاصيل اللي يريدك تذكر بالإنشاء. إنشاء يعني متوقع وسهل جداً.